إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة الناظور. خوتي صباح الخير عليكم، نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير، وصباحكم مبروك، وصباح مبروك للجميع. إذا متتبعينا، شنو رأيكم في بعض المتشردين اللي كينعسو كما كنقولوا في الزنقه وما عندهمش مأوى؟ هاد المتشردين هادو مساكن فيهم اطفال قصيرين، نساء، الناس ديال العجزه، الناس اللي كبار في السن، كل واحد مشاكله وكل واحد ظروفه. طبعا من يتحمل المسؤولية؟ فين هو الدور عفوا الدور ديال المجتمع المدني؟ طبعا كنتمناو الناس ديال السلطات، المجتمع المدني يديروا واحد الالتفاتة، واحد البادرة باش يلقاو شي حل. لهاد المتشردين اللي ما عندهمش مكوى مساكن، كينعسو في الشارع، هاد البرد قارس، هاد الشتا كندوزو في الشارع كنلقاو شي وحدين مساكن مفرشين غير كارتونة، كيتغطاو بليزار أو بالميكا، والشتا كتصب عليه. البرد كيعاني اللي لا حول ولا قوة. طبعا دارت واحد البادرة مؤخرا، هذه أزيد من شهر، في مدينة العروي نواحي الناظور. هي بادرة جميلة طبعا اللي عملها باشا العروي نواحي الناظور، تنسيق مع المجتمع المدني. طبعا العروي كان واحد المجموعة من المتسردين كانوا كينعسو في الشارع مع البرد هذا والشتا، واستطاعوا يجمعوهم كاملين المتسردين هادو وعملوهم في واحد المركز اللي هو اجتماعي وفي الاصل تابع للتعاون الوطني. وهذه مده ذاك المركز راه كان مسدود، والتعليمات من عامل اقليم الناظور سي علي خليل اللي عطى التعليمات ديالو للسلطات يعني باش يحلوا ذاك المركز الاجتماعي باش يكون مأوى للمتشردين بصفة مؤقتة، بصفة مؤقتة. طبعا خلال 3 شهور أو 4 شهور أو 4 أو هاد 5 شهور هادي، يعني مع هاد البرد والشتا يعني يستحيل تخلي دوك الناس، تخلي هاد المتشردين ينعسو في الشارع. طبعا راه يوميا كيدوشو الاكل، الفطور في الصباح، الغداء، العشاء والى غير ذلك. عندهم الملابس وعندهم الغطاء ديالهم. مره اخرى نبغيو نشكروا متتبعينا السلطات ديال العروي على راس السيد باشا العروي، والسلطات طبعا السيد القائد المقاطعه الاولى والثانيه
والمجتمع المدني اللي حتى هو قام بواحد الدور كبير كبير جدا، وعلى رأسهم السي رابع الفضيلي اللي حتى هو كان منخرط في هذا العمل الخيري. طبعا كنشوفوا حتى هو مع الناس ديال السلطات كيمشيو بالسيارات ديالو الخاصة كيجمعوا المتشردين من البرد ومن الشتاء كيديوهم للمركز الاجتماعي. كنا كنتمناو طبعا متتبعينا دار نفس البادرة اللي دارت في العروي، نفس المبادرة اللي دارت في العروي كنا كنتمناوها نشوفوها في مدينة الناظور في برينصر. برينصر خلاص ما نهضروش عليه، برينصر اللي كما كيعرف الجميع أصبح مأوى للمتشردين، واحد العدد كبير ديال المتشردين في برينصر اللي مساكن كيعانيو في هذا البرد في هذا الشتاء. وكنت شي واحد مسوق ليهم، شي واحد ما كيمد ليهم يد العون. كنا كنتمنوا طبعا تكون بادرة في مدينة الناظور، في سلوان، زيو، الزنغان، بنينصر، جميع مناطق هنا داخل إقليم الناظور، ولكن للأسف هادشي ما دارش. شفنا غير في العروي، ومرة أخرى كنقولوا لساكنة العروي أو والسلطات العروي والمجتمع المدني برافو لكم على هاد البادرة الجميلة اللي عملتوها في حق هاد المتشردين مساكن اللي جمعتوهم من الشارع وجمعتوهم من هاد البرد الشديد والشتاء، وعملتوهم طبعا في واحد المركز اللي هو مركز اجتماعي. وطبعا هاد المركز هذا كان مسدود هذه مدة، هذا المركز هذا هو تابع للتعاون الوطني في الأصل، وطبعا بالتعليمات من عاني إقليم الناظور السي علي خليل، هذا التعليمات ديالو للسلطات باش يحلوا هذا المركز هذا ويعملوا فيه هاد المتشردين بصفة مؤقتة في هذا البرد هذا وهذا الشتاء. إذا متتبعينا، من يتحمل المسؤولية؟ أين هو دور المجتمع المدني؟ إذا نتمناو الناس المسؤولين، وطبعا المجتمع المدني يردوا البال لهاد المتشردين ساكن اللي كينعسوا في الشارع، اللي ما عندهمش مأوى، لا ملابس، لا أغطية، لا أكل، وإلى غير ذلك. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، وصلنا نهاية هذا البث المباشر هنا من مدينة الناظور. إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.